السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع ده اسمه opensource.construction، الحاجات المفتوحة المصدر خاصة بالconstruction. هو طبعا مش جايب كل التولز، لكن جايب بعض التولز بحيث انها مجانية تقدر تشتغل بيها بسهولة مش مكلفة. طيب تعال نشوف اول واحد اللي هو دوت. ده عبارة ان انا بعمل الشغل على الريفت واكمله في قلب مثلا الراينو، واكمله في قلب اي برنامج اخر من خلال كلاود. يعني ابدأ ان انا ارفع الشغل بتاعي وهو اوتوماتيك يشيره في كل مكان، لان دي كانت مشكلة كبيرة ان انا محتاج خدمة معينة من برنامج معين، فمضطر ان انا اعيد الشغل. يعني تخيل انت عامل موديل مثلا على الراينو وعايز تدخله جوه الريفت، طب اعمل ايه؟ فهو البرنامج ده ميست في كده، فتقدر تفتح على منصات كتيرة جدا. ده طبعا نص ساعة بيشرحوا كل حاجة، فاحنا هنمر كده عليه مرور الكرام. الميزة ان هو تقريبا كل البرامج اللي احنا بنشتغل بيها موجودة عنده، تقدر ترفع الموديل وتشوف الداتا في كل البرامج اللي موجودة. من ضمنها طبعا الاركيكاد، الريفت، بيشتغل على الراينو. ده الراينو وده الريفت، اللي بتعمله هنا بيظهر عندك هنا على طول، مجرد ترفعه على البرنامج دوت. طيب في برنامج تاني LCA، وطبعا عندنا البلندر. بلندر برنامج عامل زي 3D Max، فهم اضافوا جواه تولز خاصه بالبيم بحيث ان انت تقدر ترسم بيم جواه. في الاي اف سي موديل تشيكر بيفحص الموديل، لو حد بعت لك موديل اي اف سي تقدر ان انت تفتحه ببلاش وتبدا ان انت تشوف الموديل ده عامل ازاي. ال ال سي اي بتبدا ان انت تشارك الداتا بتاعتك بين برامج ال ال سي اي، لان في برامج كتير مختلفه لكن التبادل بينها صعب، فهنا بيسهل لنا الكولابريشن بين البرامج ديت. البلندر بيم اهوت، لو انت عندك البلندر، البلندر مجاني والبلندر بيم مجاني. ده الاف سي موديل تشيكر، هو موجود لكن لسه مضفوش للموقع دوت. وهكذا زي ما انتم شايفين في بعض التولز القوية المجانية اللي تقدر انت تشتغل بيها بكل سهولة ومن غير ما تدفع فلوس، من غير ما الشركة تتكلف اي فلوس خالص. هو الموقع تقريبا ما فيهوش غير الانجليزي، مش عارف ايه لازمة الاختيار بتاع تغيير اللغة. طيب الاداة ديت VYSUALS بتبدأ تظهر لك المعلومات، تعمل فيجواليز للداتا بتاعت المشروع. انت عندك المشروع معمول، لكن هنا بيعمل لك بقى ايه الفلور اريا باي يوسج وهكذا، بيبدأ يظهر لك كمية الاستخدامات لكل حاجة. التوتال فلور اريا يعني بيعمل لك زي فيجواليز للبيانات بتاعت المشروع، كل ما تعمل اي تعديل تبدا الداتا اللي هنا تتغير معاك. فدي تولز كويسه جدا تحضر الاجتماع بتاعك يبقى شكله جميل كده، وان شاء الله تدعو لنا. تمام. طيب ده كوبايلوت، مساعد للناس اللي شغالين في مجال الكونستراكشن. انا هسيب لكم الرابط، ابدا اتعرف على البرامج ديت وان شاء الله تنال اعجابكم باذن الله. شكرا.